من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق المريخ السوداني فوز غالب بنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين في مباراه قويه ومباراه صعبه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. فوز مهم 3 نقاط غاليه بتقرب النادي الاهلي في بطوله الدوري المجموعات لبطوله افريقيا. الماتش كان صعب جدا النهارده كابتن سامي. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت المباراه صعبه جدا ومباراه عصبيه اكتر منها فنيه، يعني بتلعب تحت ضغط، لا قدر الله اي نتيجه غير نتيجه الفوز النهارده كنا هتبقى موقفنا صعب جدا. يعني زي ما بيقولوا عنق الزجاجه بالنسبه لنا. مباراه مهمه، فرقه مميزه، عندنا واحد بدنيه قويه بيعملوا كنتر اتاك كويس، لكن انا شايف ان احنا ادينا الشوط الاولاني اداء مميز جدا لحد قبل الجون اللي يدخل فينا. كان عندنا فرصه ان احنا نسجل اكتر، لكن الماتشات اللي زي دي المهم ان انت تكسبها. يعني يمكن ماتش صن داونز احنا عملنا اداء كويس جدا وهدرنا فرص كتيره جدا وما حققناش المكسب يعني، لكن فالمهم طبعا ان انت تكسب مهم جدا جدا. يعني اللعيبه بتلعب تحت ضغط عصبي رهيب رهيب جدا، يعني موقف صعب ما اتحطناش فيه من فتره كبيره، لكن الحمد لله طبعا بشكرهم، جهد مشكور طبعا منهم وتصميم ان انت تكسب حتى بعد ما تعادلنا النهارده، تصميم اللعيبه اللي ترجع في المباراه. فاعتقد الحمد لله نتيجه الحمد لله تعتبر مرضيه لينا وخطوه كويسه لتصحيح مسارنا، لكن ان شاء الله نوعد جمهور ان شاء الله الاداء يبقى احسن. عارف ان الاداء ما كانش احسن حاجه، يمكن انا قلت المبررات اللي بالنسبه لنا يعني بالنسبه للعيبه، لكن في الاول والاخر الحمد لله حققنا 3 نقاط وده اهم حاجه ما في المباراه. يعني كابتن سامي انك بطل اخر نسختين ده اكيد عامل ضغط عليكم، انك واقف على منصه التتويج ومعتاد الامر ده، ايضا نتيجه المباراتين امام الهلال السوداني وصن داونز زودت من صعوبه هذا اللقاء، اتعاملتوا مع النقطه دي ازاي؟ طبعا انت طبعا البطوله الثالثه على التوالي دي صعبه جدا، يعني فما بالك اصلا البطوله الثانيه دي بتبقى صعبه جدا، يعني فما بالك البطوله الثالثه. طبيعي جدا كل الفرق بتلعب قصادك بكل قوتها، ما ننساش برضو ان المجموعه قويه جدا، مجموعتنا قويه جدا. يعني شفنا المريخ عامل ازاي النهارده من فرق مميزه جدا، الهلال بخبراته وتاريخه برضو في افريقيا، صن داونز فرقه طبعا مميزه وعندها خبرات في افريقيا. يمكن احنا ما بداناش احسن حاجه، لكن في الاول والاخر انت بتلعب على هدف معين ان انت تصعد. يعني يمكن موقف السنه اللي فاتت كان مشابه شويه للموقف اللي احنا كنا فيه ده، وكنا برضو بنقول للجمهور ان الاهم ان انت تصعد، لان حسابات بقى الماتشات دور الثمانيه وقبل النهائي بتبقى مختلفه شويه يعني. لكن في الاول والاخر طبعا اعتقد ان احنا راضيين جدا على النتيجه النهارده، وخطوه زي ما قلت تاني وبكررها تاني اللي احنا نصحح مسارنا، واللي احنا ان شاء الله نفكر بقى المباراه اللي جايه باذن الله ان شاء الله بظروف افضل، وان شاء الله تكون نتيجه مرضيه بالنسبه لنا برضو صن داونز ان شاء الله. استمرار محمد شريف في التهديف للمباراه الثانيه على التوالي اعتقد مهم جدا، مكسب من مكاسب النادي الاهلي في هذا اللقاء. مش هزاي طبعا ان شريف لعيب مميز وعنده خبرات وهداف وبيقدر في اي وقت بيحل لك المباراه، فاعتقد الحمد لله برضو دي برضو ثقه للراجل اديها له، وطبيعي ان انت تقف جنبه في الاوقات اللي هو ما كانش بيسجل فيها، لكن النهارده الحمد لله طبعا مسجل هدفين مميزين جدا، وان شاء الله برضو مع واحده واحده حسام حسن ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله يكون عندنا افضليه برضو الفترات الجايه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، مستر بيتسو موسيماني مش راضي على اهدار الفرص، يعني فرصه الهدف الثاني الفريق المريخ السوداني كانت فرصه هدف ثالث للنادي الاهلي وانك تقتل المباراه، ردت عليك بهدف، اعتقد من اللقاءات اللي هو دايما بيتكلم فيها اهدار الفرص. طبعا مهم جدا ان انت طبعا ان انت تسجل كل الفرص المتاحه بالنسبه لك يعني، لكن ما فيش فرقه في الدنيا هتقدر تسجل كل الفرص، يعني انت بتحاول توصل وكده، اوقات كتيره بيبقى في سوء توفيق، اوقات كتيره انت بتعمل اللي عليك، لكن في الاول والاخر طبعا مهم طبعا ان انت تسجل، لان طبعا كانت هتسهل الماتش يعني. لكن الاهم بالنسبه لنا احنا نتعلمه يعني ان انت برضو يعني ما نستقبلش، لان مش معقوله برضو النادي الاهلي بقيمته يعني ان احنا نستقبل 3 اهداف، دي اللي هنشتغل عليها ودول اللي الراجل اتكلم عليها، يعني ان احنا لازم يبقى عندنا برضو النواحي الدفاعيه مهمه جدا بالنسبه لنا. لكن العذر ليهم للعيبه النهارده ان اللعيبه عاوزه تخلص المباراه بدري، اللعيبه عاوزه تخلص عدد كبير من الاهداف عشان تطمن، لكن في الاول والاخر في اخطاء لازم تتعلم منها عشان تتطور وعشان تحقق نتائج افضل، وده الطبيعي يعني. فانا عارف جمهور النادي الاهلي النهارده مش احسن حاجه بالنسبه له، لكن بنوعده ان شاء الله الاداء ان شاء الله يتحسن، لان زي ما قلت قبل كده اللي احنا عملنا في ماتش صن داونز احسن حاجه، لكن ما قدرناش نكسب، فكان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده. يعني كان الهدف من المباراه النهارده بالنسبه لنا ان احنا نكسب يعني، واعتقد الحمد لله ان احنا حققناه، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله تكون اداء افضل ونتيجه افضل باذن الله. شكرا كابتن سامي والتوفيق في المباراه الجايه. شكرا.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق المريخ السوداني ب3 اهداف مقابل هدفين. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.